السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد عن أكيد البيتكوين وعن وضع السوق الكريبتو ماركت. واليوم بس سويت الفيديو لأنه حصل اليوم حركة كذا في البيتكوين، فأكيد توقعت إنه في كثير يبغى يعني ياخذ أبديت عنها. فحنتكلم عن سبب الصعود الكبير اليوم، أوكي، من مستويات يعني 44,000 إلى تقريبا وصل إلى 46,700 وشوية. ونتكلم حتى في الجروب عندنا، إحنا في الجروب أبو زياد يعني قلنا إن إحنا ما نتغرب الصعود هذا لأنه كان في مقاومات راح نشرحها، وإيش توقعاتنا يعني في سبتمبر، ومتى حننتهي من الملل اللي إحنا فيه هذا. كل هذا حنتكلم فيه في الفيديو اليوم. يعني هحاول أختصر بقدر المستطاع، لكن هحاول أطلع كل الأفكار اللي موجودة عندي، وأرجو إنه يعني تكون واضحة بالنسبة لكم. فخلونا نبدأ بالفيديو. أول شيء خلونا نشوف إيش صار اليوم بس كبداية. يعني إحنا أول شيء طبعا من أجين، وبكررها أقعد أقولها أكثر من مرة، إنه أخطأنا إن إحنا أو أنا أخطأت، يعني إن أنا كنا متوقعين إنه 6 سبتمبر المفروض يكون في انعكاس، وحصل في 7 سبتمبر. قلنا حتى، مو قلنا حتى بتاريخ، قلنا انه اسبوع 6 سبتمبر، شمعة اسبوع 6 سبتمبر لازم يكون فيها انعكاس، وللاسف تجاهلناها وما ادري كيف، لعل يعني جل من لا يسهو. لكن حتى الخطأ هذا يعتبر مردود، او يعني نقدر نتعامل معاه. يعني الخطأ، المصيبة انك لما تكون هنا في ماي وتقعد بال3 شهور وكل يوم السعر بتضرب. فعموما سبتمبر مردود لانه اصلا وقت التصحيح يعني راح ينتهي قريب ان شاء الله بناء على نفس التواريخ. وطالما صدقت معانا في اكثر من مره زي ما قلنا النجم اللي احنا بنتكلم عليها، فان شاء الله انها تصدق معانا. طبعا طبعا قد تصيب وقد تخطئ، ولكن يعني so far it was working very well، فما راح نغيرها. فعشان كذا بقول الخطأ هنا يعني مردود، وانه نقدر ان احنا يعني ان شاء الله في اكتوبر المفروض ان احنا نبدا نشوف قمم عاليه جدا. حتى المفروض ان احنا نعدي قمه، يعني المفروض نعدي قمه ماي اذا كان البول ران يبغى يستمر للاهداف اللي راح نتكلم عنها اليوم. طيب بكل اختصار، ايش اللي صار؟ اول شيء يعني اول شيء الشمعه هذه اللي نزلت الكبيره جدا، اونستلي اونستلي انه هذه مناطق الدعوم كان المفروض يعني انه المفروض الشمعه هذه تنطلق فوق. ولكن لما نشوف الشمعة الأسبوعية، الشمعة الأسبوعية كان أفضل لها طبعا إنها تسكر في مناطق الدعم. طبعا هي حاولت تسكر فوق شوية عند مراحل 46,000، فأكيد لازم نتوقع إنه يكون في تراجع. لكن إيش اللي صار على التايم فريم الصغير؟ اللي حصل بالضبط هذه الشمعة، يعني حتى أنا في الجروب اليوم صورتها وهي لسه خضراء. خليني أحاول إن أنا أوريكم هي الصورة على أساس تكون واضحة بالنسبة لكم، يعني شكل الشمعة قبل وبعد، يعني لان انا كنت حتى برا، يعني ما انا موجود في الـ save as other moment. معلش يعني انا ما كنت محضر نفسي الموضوع هذا اني اتكلم عنه. اليوم 13 سبتمبر، اوكي، page 1، والثانية اللي هي كانت بعد الهبوط. اجين انا ما انا مرتب افكار اليوم، يعني برضه نفس الشيء احاول ان انا بقدر المستطاع انه اتكلم. اوكي، اللي صار كالتالي. اول شيء خلينا نشوفها بس كشمعات كيف شكلها، وبعدين نعلق على بقية بالضبط. هذه حتى كنت مصورها من الجوال، فصعدت الشمعة بالشكل هذا، اوكي. فكان على طول تعليقي انه يعني لا يمكن يكون فيه اختراق، يعني انه لازم ترتد الشمعة هذه حتى لو كانت ارتفعت لاكثر من كذا، لانه باين يعني اي احد بيشوف حيشوف المتوسطات اللي موجودة حاليا ان هذه لا يمكن تخلي الشمعة هذه انها تنطلق براحتها وتنطلق لمستويات اعلى. لازم تردها ولازم تنزل الشمعة، وبعدها لازم تحاول تعكس الموفينج افريج. وفعلا هذا اللي صار. بعدها الشمعة اللي بعدها على طول اعتقد
كانت هذه بالضبط، يعني ما في في اقل من ساعه يمكن اعتقد، يعني بعد شويه رحت سويت ابديت لقيت هذا شكل الشمع. فهذا اللي اقصده، انه لما نروح على الشارت حنجد انه طالما عندك المتوسطات هذه مكونه مقاومات حتى على الفواصل الزمنيه الصغيره، اوكي، فهي محتاج البيتكوين هذا انه يكسر مستويات هذه، لكن ما يقدر يكسرها كذا مره واحده، يعني ما يقدر يكسرها، فكان لازم يكون في ارتداد. فاحنا ما نبغى نتكلم انه ايش اللي بيسووه، هل بيقتلوا الشورت سيلرز، سوري اي الشورت سيلرز، اوكي، وبداوا يسكروا بوزيشناتهم ويسووا لهم ليكويديشن، يا ات كود بي كل شيء possible، لكن كل الحكايه ان احنا بس في شيء ايجابي صار هنا وحقوله الحين بعد شويه. لكن من بداية اليوم واحنا شايفين تقريبا في نماذج، خاصة انه في ناس كثيرة بتتكلم على التصحيح وان احنا ممكن نكمل المستويات الاربعين، وفعلا قد نكون المستويات الاربعين هذه ان احنا ممكن نكملها. اول شيء ان احنا كسرنا الشانل هذه، فهذا هدف الشانل تقريبا الى 40,000. بعدين كوننا هنا نموذج صغير تقريبا مثلث، اوكي، يمكن صح it's not accurate، انا حتى ما انا مقتنع فيه 100%، ولكن عشان نتماشى مع كلام التصحيح فهو نفس الشيء التارجت حقه ما بين 40,000 ل 40,500 في الطريقه. ففجاه انك جالك لونج كاندل، it's a fake one، باين عليها لما تيجي تتفرج على المتوسطات على طول تعرف انه هذا مش وقت الشراء، هذا في شيء غلط بيصير. لانه حتى يعني شوف حتى المتوسط ال 200 موفينج على 3 ساعات، اوكي، راح يوقفه، يعني لازم يوقف ويرتد السعر. الان هل ممكن يكمل لو تذبذب في المنطقه هذه باكثر من مره زي ما كنا متذبذبين في فتره البيتكوين لما كنا عند 28 و29 وكان على الديلي؟ بس هي نفس الكونسبت، الكونسبت ان عندك متوسطات مقاومات خلقت الان، عشان تكسر مقاومات هذه مش مره واحده كذا، يعني ما doesn't make sense، يعني انه فجاه كانت كذا تلاقيها طالعه، لا، لازم تعكس الموفينج افريج شوي شوي لحد ما توصل لمرحله بمعنى زي هنا، يعني بالمعنى هذا انه تبدأ تجمع الشمعات، تجمع الموفينج افريج بشكل انها تسوي فيري تايت رينج للشمعات، فتقدر تخترقها في يوم من الايام وتعكسها شوي شوي. يعني اتس نوت غانا هابن بتوين 1 اور اور 2 اورز زي ما حصل معانا في اليوم هذا. هذا واحد. اثنين، التوقع اصلا انه اذا نبغى ننزل ان احنا نصحح، فاحنا عندنا لسه اهداف المفروض انها موجوده زي ما قلنا الى، يعني احنا حاطين الاكستريم انه 38,000. Does it happen? Does it not? ما هي هذه قصتنا. المهم ان احنا حاطين في الاحتمالات، ان كل الاحتمالات على الفواصل الزمنية الصغيرة تؤيد الكلام هذا. لو رحنا شفنا على المتوسطات او على المستوى الويكلي مثلا، فحنجد انه ما زال المفروض ان الاسبوع، خاصة ان احنا قلنا زي ما قلنا احنا ما نبغى نتجاهل زي ما تجاهلنا، يعني او زي ما صارت الخطأ ان احنا تجاهلنا 6 سبتمبر، ما نبغى نعيد ونكرر الغلط كمان، ان احنا عندنا تاريخ 20 سبتمبر مهم جدا بالنسبة لنا و15 سبتمبر، وانا حاعطي سيناريو على 15 سبتمبر، لكن 20 سبتمبر من الواضح تماما هو نهاية التصحيح. فاذا انهى التصحيح الان وصعد الان، ايش راح يسوي في 20 سبتمبر؟ اذا 20 سبتمبر هو بالنسبة لنا المفروض يكون نهاية التصحيح بناء على التاريخ وبناء على الفيديو السابق اللي احنا تكلمنا فيه، انه 20 سبتمبر المفروض يكون نهاية التصحيح وبداية الصعود، فاذا لازم ينطلق من تحت، يعني لازم يكون التصحيح من تحت، وهثبت الكلام هذا الحين بالنجمات زي ما اتفقنا. عموما على مستوى الويكلي، فنجد انه فعلى مستوى الويكلي، ليش انا بقول مستوى الاربعين؟ الاربعين موجود as a support ودعم ويكلي، موجود الاربعين الف، ونفس الشيء اظهر لنا الكلام هذا في المستويات الفاصل الزمنية الصغيرة 6 ساعات و3 ساعات، وحطناها اليوم جروبنا احنا على القناة العامة في التليجرام، وتكلمنا عنه انه اوكي من احد السيناريوهات قد يحدث، ما قد يحدث هذا موضوع ثاني. لكن الجميل في الموضوع شيئين، انه اول شيء انه اثبت انه لو نزل تحت وبعدين طلع صعد في اخر سبتمبر من 20 سبتمبر وسكر بالطريقة هذه، سوري، اذا سكر هذه الشمعة الاسبوعية، اوكي، بالطريقه هذه بانه نزل وسوى الويك هذا وعمل المنظر هذا، فهذا بيعطينا انديكيشن انه فعلا ممكن يكون نهايه التصحيح، اوكي، ويبدا من 20 سبتمبر الانطلاق الى المستويات العليا. زي ما قلت انا، ما انا متوقع اذا نزلنا لمستويات ال 40 ان احنا نسكر فوق 43 44,000، زي ما تكلمنا في الفيديو السابق انه شمعه شهر 9 فتحت عند 47، ما لها حل غير انها تسكر فوق 47,000، اوكي، عشان تكون الشمعة، أو تسكر تحت
عند مستوى 43,000 عشان يكون شكل الشمعه نوعا ما مقبول، لكن لو طلعت وسكرت عند 47 ما راح نعيد الكلام، ارجع للفيديو السابق الاخير اوكي، راح تكون عندنا بشكل دوجي، وهذا ممكن يخوفني. هل نهايه البرن؟ ان شاء الله لا، في انديكيشنز كثيره بتدل على ان احنا مو نهايه البرن. لكن اللي صار في مستوى شمعه الست ساعات حيثبت نظريه يمكن انا دائما اتكلم عنها على موضوع المتوسطات، وهو انه لو لاحظوا شو، لو شفنا المتوسطات هذه الموجوده حاليا اوكي مفروشه بشكل انها خلاص كونت مقاومات، فايش سوى؟ السعر طلع عنها اصطدم فيها، كان لازم يرد السعر اوكي. فانا اللي متوقع حاليا انه يوم 15، انا في عندي تاريخ يوم 15 ويوم 20، ايش اللي ممكن يصير؟ ممكن نذبذب في المنطقه هذه الى يوم 15 وننزل في يوم 20 اوكي، الى يوم 20 اوكي، ومن يوم 20 ممكن نصل، الله اعلم. لكن يعني ما نبغى نستعجل، لاني انا قلت اليوم في الجروب التليجرام حطيت بعض العملات انه فين ممكن اماكن تصحيحها، وفين ممكن اذا معاك كاش اوكي فين تعزز المستويات هذه. البيع هنا انا ما انصح فيه، لانه خلاص احنا على يعني مقربة من انتهاء المستنقع اللي احنا فيه هذا، يعني المستنقع اللي موجود كان في شهر ماي وجون وجولاي، طلعنا منه شوية في اوغست اوكي، سبتمبر حصل مطب نوعا ما، ولكن ما راح يطول بشكل كبير. فحقول لكل التواريخ الحالية الموجود، فالتوقع انه اوكي التذبذب اللي ممكن يصير في الفترة هذه الى يوم 15 يصير عندنا فيه الهبدة للمستوى 40 38، في ناس تتكلم بس ما اعتقد انه اقل من كذا، وانا اشك انه حتى راح نكون رايحين للمستوى 40 نحن نجلس ونستقر هناك، لا اعتقد راح تكون برضو نفس الشيء بذيل طويل اوكي، ويبدا يستقر ويذبذب الى يوم 20 ويبدا ينطلق. في كمان عندنا تاريخ 27 ولكن تاريخ فرعي جدا بصراحه، ما ابغى افتي فيه ايش هو سببه ال 27 هذا، ولكن هو تاريخ فرعي جدا 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 يعني ما قد يؤثر في الموضوع هذا. قد يكون انه مثلا البيتكوين في يوم 20 يبدا يصعد شويه، بعدين يوم 27 يرتد على خفيف اوكي، زي ما يكون تصحيح عشان يسكر في مناطق زي ما قلت ال 43 او ال 42 43 44، المهم انه تحت ال 47,000، فممكن يوصل الى مراحل ال 47 46 ويجي يسكر يعني عند 27، يسكر عند يعني يتراجع عشان ايش في 27 عشان يند المنث في 30 سبتمبر عند المنطقة هذه، والله أعلم. ما نبغى نفتي كثير، لأنه أنا الآن اللي أنا شايفه على اللونج رن إن إحنا إن شاء الله في بول رن بإذن الله، فالأشياء هذه كلها ما رح تأثر علي، لأنه خلاص إحنا بيتنا قريبين جدا من الانطلاقة، وما عندهم وقت زي ما قلت أنا في تويتر إنه عندهم فقط العشر أيام هذه. الآن الشيء الجميل اللي صار، بس عشان يثبت وجهة النظر هذه، قلت لكم انه هذه الموفي ايش صار؟ رد السعر واضطر انه ينزل لتحت، واذا كملنا الاربعين هيثبت النظرية اكثر انه هذه المقاومات مش من السهل انك انت تكسرها وترجع وتكمل، خاصة ان احنا شفنا في نماذج نوعا ما فرعية على المستوى الديلي، على المستوى سوري الست ساعات، وحتى لو اخذناها كنموذج كذا يعني اي واحد حيشوفه مثلا حيقول لك قد ممكن لا ممكن انه يعكس في اي لحظة يعني اوكي، يعني ممكن يعكس لفوق، ولكن انا بقول النموذج عادة الشكل العام له انه هبوط من بعد ما كسر ترند صاعد اوكي، وبعدين كون هنا فلاج اسندنج ديسندنج تراينجل whatever you wanna call it اوكي، المهم انها continuation باترن اوكي، فممكن انها تكسر وتنزل تكمل للمستويات الاربعين، خاصة ان احنا شفنا مستوى الاربعين الف موجود على الدعوم الاسبوعية، حتى على الدعم الشهري موجود، يعني لو جينا تكلمنا على الدعم الشهري حنلقاه برضو موجود على المتوسطات. وهذا هو هذا هو. اوكي تقريبا عند مستوى 41,000 تقريبا الموفينج افريج هذه 41,000 تقريبا، فانت يستل مدام موجود از سبورت ودعم فتوقع انه ممكن يزوره، خاصه ان احنا شايفين وشهر سبتمبر لازم يكون نيجاتيف. الان ايش الجميل في الموضوع هذا كله؟ الجميل في الموضوع شيء واحد فقط، انا ابغى اسوي بس حركه بسيطه جدا عشان زي ما انت شفت المنظر هذا، شوف انه رجع وارتد من المقاومات اوكي، فنفس الشيء لو انت اخذت الديلي حقه او الاسبوعي سوري الشارت الاسبوعي خلينا ناخذه على شارت اخر اوضح شويه، ايوه الشارت الاسبوعي، ونعمل الحركه المعتاده اللي عودتكم عليها وهي الانفرت سكيل، وكبرنا الشارت هذا هذا على اللوغاريتم، خليني اقلبه بس خليه ريجولر اوكي،
فنفس الشيء ايش بيعطيك انديكيشن؟ بيعطيك انديكيشن واحد فقط، نفس الشمعه لو حتى ارتد الى المستوى ال 40 الف اللي هنا موجود، يعني لو رحنا شفنا زي ما صار معاك، شوف هذه الموفينج افريج اصبح زي كانه مقاومات، يعني في النهايه لازم يعكس ويطلع، يعني ما له حل انه يقدر يخترق، يعني حتى اختراقه اللي بيتكلم انه ممكن يخترق وبعدين هذا على اسبوعي صعب جدا انه يكسر، اوكي؟ فاذا كسروا حتى لازم يرجع، اذا هنا احنا كسرنا شوفوا في النهايه اضطر غصبا عنه يرجع لان هذه مناطق دعوم وتكلمنا عنه وقعدنا يعني اشبعناه شرحا، اوكي؟ فالحين ما راح اتكلم معاكم على اهداف، بس راح اتكلم معاكم بس انه موضوع انه لازم يرجع، لازم يرجع وما عنده وقت كثير، لانه زي ما قلت انه انهاء التصحيح في يوم 20 سبتمبر، وراح نشوفوا ايش السبب انه 20 سبتمبر، راح اقول لكم اياه دحين. بعدين نشوفوا ترتيب الموفينج افريج، يعني خلاص ماسك السعر، ما يقدر انه السعر هذا يكسر ويروح وينتهي وينتهي البرن، ما هو اعتقادي، رغم انه زي ما قلنا صح نحن في منطقة خطرة، نحن صححنا من عند الـ 61 في بوناتشي اللي هو صحح من هنا، فاذا المفروض ان احنا نتوقع لازم في اكتوبر يكسر القمة هذه ويكسر حتى القمة السابقة عشان يخرجنا من المستنقع هذا، وان شاء الله هذا اللي احنا نتوقعه. الان لو نرجع للنجمة اللي احنا تكلمنا عنها، النجمة بتقول كالتالي، النجمة ما نبغى نكذبها، النجمة هذه النجمة الاولى بالنسبة لنا اللي احنا رسمناها، خلينا نعتبرها نجمة الدورة الصاعدة، لان رسمناها من الباتمز، اوكي؟ واحنا تكلمنا عنها قبل كده، اوكي؟ رسمناها من القيعان او اخر قيعان تكونوا قبل الصعود، فاذا هذه الدورة الصاعدة. التواريخ اللي عندك مبينة ان انت عندك في 20 سبتمبر، اوكي، تاريخ مهم جدا اساسي، وعندك في 2 اكتوبر اللي احنا متوقعين انه يكون في تصحيح نزول بناء على الهيستوري، اوكي؟ إذا نزلنا أعتقد والله أعلم أنه نزلنا في سبتمبر، أوكي، يعني زي ما قلت وعندنا 15 سبتمبر هذا الخط البرتقالي هو خط فرعي، فأعتقد أنه ممكن نذبذب هنا وينزل قبل 20 سبتمبر وينهي التصحيح هنا، أوكي، ويبدأ يصعد. فأعتقد والله أعلم أنه أكتوبر لو نزلنا وطلعوا الأفراسهم كله هنا، أوكي، وجابوا كل الليفلز والدعوم اللي يبغوها، أعتقد أكتوبر ما حيكون التصحيح المخيف جدا، وراح أقول لكم كيف ممكن نتصرف في أكتوبر عشان أنا لو تنسيته بعد كذا على الأقل الفيديو هذا مسجل عندكم أنتم ما تتنسوا. فالشاهد في الموضوع أن النجمة بتقول لي أنه في عندك، طيب هي أثبتت أنه قبل كذا في 6 سبتمبر موجودة، وأثبتت في 20 جولاي، وأثبتت في 29 أوغست، يعني عندها تواريخ كثيرة أثبتت معنا. فالدورة هذه بتقول لك في 20 سبتمبر، ما نبغى نتجاهله، هذه الدورة بناء على التاريخ انه نهاية التصحيح، اذا ما عندهم غير الاسبوع هذا يخلصوا كل اللي في راسهم، هذه هي، يبغوا ينزلوا لهنا، ينزلوا لاي مكان ايا كانت المستويات. المستوى اللي موجود عندي في النجمة هنا تقريبا مستوى ال 41 الف اللي هو الدعم الشهري لو تتذكروه، اوكي؟ لو يبغوا ينزلوا على الدعم الاسبوعي ممكن عندك لغاية 38 الف زي ما تكلمنا، الليفلز هذا موجود، ما اعتقد انه اكثر من كذا يقدروا يكسروه، حتى هنا باين عليه انه هي منطقة دعم قوية جدا، اوكي، اللي ارتد منها السعر وهو في اول صعود له وبعدها صعد. ف زي ما قلت لا يغريكم اي صعود حاليا، ولو صعد نفترض انه اختلف كل الكلام هذا وصعد صعد 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 وصلنا الى 30 سبتمبر وصلنا لمستويات الناس تقول لك لا راح نكسر 50 و53 و54، خلاص اتوقع عندك 2 اكتوبر، اذا معناها التصحيح في اكتوبر هيكون قاسي جدا. زي ما قلت اذا احنا صححنا حاليا وصلنا كل المستويات، المفروض ان اكتوبر ما يكون تصحيح قوي جدا، يعني بس انه عشان حتقفل الشمعه في مكان تعمل لها ذيل صغير بس، لا اكثر ولا اقل، اوكي؟ يعني لو قفلنا عند منطقه 43 زي ما احنا متفقين، يعني لازم تكون في المستويات هذه، حنتوقع بس ذيل صغير يوم يومين اهتزاز وبعدها كذا المفروض ننطلق، لانه لو ما انطلقوا في اكتوبر ما اعتقد انه، يعني ما ادري، حيكون في شيء غلط وكل حساباتنا غلط و unbelievable situation يعني is gonna be. فالشاهد في الموضوع انه لا نختار باي صعود، ونشوف المقاومات هذه اللي موجوده الموفي جافج، مجرد ما يصعد المفروض ان احنا ايش نبدا نخاف. الحين النجم زي ما قلت انها بتقول هذه انه في عندنا انعكاس في 20 سبتمبر، خلاص انعكاس في 20 سبتمبر. المفاجاه الان لما شفنا سوينا النجمه الاولى وقلنا احنا ما راح نعتمدها 100%، ولكن اكتشفت اليوم فيها شيء مهم جدا، ان برضو تواريخ منها اتفقت فيها، اوكي، وكانت ماشي معها. هذا يعتبر دورة الهبوط، أو هذه نجمة أو الدورة الاقتصادية حقة الهبوط، لأنها من آخر قمتين، فبتوريك الهبوط هذا فين ينتهي. شوف النجمة هذه وين تنتهي، نهاية الدورة هذه كل الجنان اللي صار عندنا هذا كله
بالربشة هذه كلها نهايتها وين؟ اتفقت كمان مع النجمة الأولى نهايتها عند 21 سبتمبر. يعني تقول لك إيش؟ تقول لك إنه يعني فين يبغى يروح، فين يبغى ينزل؟ لو أنت تبغى تشوف النجمة هذه الحين، طبعا في هنا مستوى تقريبا اللي هو 43,000، وفي عندك هنا 200 موفي افج تقريبا 41,500، بعدين عندك 39,000. طبعا شويه هنا تختلف الدعوم لان مرسومه من القمتين، ما ابغى ادخل في تفاصيل النجمه، ولكن نهايه الدوره هذه، نهايه الدوره الهابطه هذه، لما رسمنا القمتين عشان نعرف فين الدوره الهابطه بتواريخ الزمنيه، المفروض انها تنتهي يوم 21 سبتمبر. يعني يوم 21 سبتمبر هذا اوكي، لازم نتوقع اذا احنا اصلا في شهر نزول، فاحنا نتوقع انه المفروض انه يكون صعود، خلاص لازم تخرج وتصعد، هتخرج من النجمه وتكون شيء اخر اوكي. فنهايه الدوره الهابطه هذه في 21 سبتمبر، يعني هذا كله نهايته في 21 سبتمبر رغم الصعود اللي موجود هذه، بس ما زالت هي ضمن الدوره الهابطه هذه كلها اللي موجوده حاليا. فعشان كذا بقول حتى النجمه اللي هي حقت الدوره الهابطه بتبين لك ان انا خلاص راح انتهي في 21 سبتمبر، اي كان نوت تيك ات اني مور اوكي. اذا 20 سبتمبر اللي انا اتوقعه انه اخر يوم هبوط، 21 سبتمبر هو بدايه الانعكاس طالما انها اتفقت هنا عندنا. هذه دوره الصعود زي ما بيقولوا، تاريخها فين تنتهي كمان عشان نقول، يعني لانه في ناس قاعده تتكلم انه لا ممكن نستمر في البرن الى بعد سبتمبر، الى بعد ديسمبر، وممكن في يناير في جن. انا خلاص همشي على تواريخي، يعني ما اقدر اغير الموضوع هذا الى ان يتضح العكس زي ما اقوله فعلا، لانه علم التحليل قائم على الاحتمالات، يعني ممكن صح ممكن خطا. لكن انا عندي زي ما قلت في 2 اكتوبر في تصحيح على حسب اغلاقنا، لازم نشوف ولازم تكون انت عارف ايش راح يسوي، بس زي ما قلت لك المفروض ما يتخاف منه التصحيح 2 اكتوبر، خاصة لو كنا سكرنا زي ما قالوا يعني عند الليفلات اللي هي 43,000 اوكي، المفروض ما نخاف منها. طبعا لو سكرنا عند مراحل 54,000 اتوقع انه ممكن يكون تصحيح جامد اوكي، او طلعنا لفوق. في عندك التاريخ الثاني اللي هو مهم، حيكون تقريبا عند هنا اللي هو 13 اكتوبر، وهو هذا اللي نتوقع بعد تصحيح اكتوبر اوكي، انه 13 اكتوبر يبدا الصعود الحقيقي والجنان يصير عشان نكسر القمم السابقه، هذا السيناريو الله اعلم. في عندنا اللي بعده اخر شيء اللي هو يهمنا 6 نوفمبر، 6 نوفمبر برضو تاريخ زمني هبوطي بناء على التواريخ السابقه من الدورات السابقه اوكي، بس برضو المفروض ان نوفمبر ما يخوفك لسبب، لانه المفروض نكون في قمم اعلى من 64,000، يعني المفروض نكون في منطقه على 68 70 80. حنشوف بعد ما نغلق في شهر 9 نسوي ابديت على الموضوع هذا اوكي، ولكن انا حتكلم على الاهداف البعيده اخر الفيديو هذا. فالمفروض انه في 5 نوفمبر اوكي برضو حيكون تصحيح، بس حيكون تصحيح من مناطق اعلى، يعني المفروض العملاتك هذه كلها اوكي خلاص طلعت لمناطق ثانيه، اي تصحيح فيها حيكمل الى ديسمبر. المفروض الحين إن في آراء بتقول إن إحنا حنكمل إلى بعد الدورة، لأنه ما هم صدقين إنه ممكن تنتهي الدورة في خلال الفترة هذه. أنا طلع لي النجمة الحين نهاية الدورة الصاعدة هذه نفس الشيء أوكي في 9 ديسمبر. الحين إيش حيصير في 9 ديسمبر؟ هل معقولة يمدينا في شهرين؟ كل الأسئلة هذه لنا أجاوب عليها، لأنه اكتشفنا أن إحنا we are not fortune teller، يعني we cannot say foreseen the future that accurate، يعني إحنا بنحاول نحط سيناريوهات. 9 ديسمبر النجمة بتقول أن أنا هنتهي، طالما صدقت معي في كل شيء فالمفروض أنه 9 ديسمبر أتوقع أنه في شيء مصيبة راح تصير. الله أعلم what is gonna happen. اتذكر في 2013 احنا ماشيين بنفس سيناريو 2013 ان احنا ما جبنا قمة اعلى من ماي، وماشيين بنفس السيناريو في اكتوبر جبنا قمة اعلى، اذا المفروض نتوقع انه اصلا انتهى البرن في نوفمبر وبدأ في ديسمبر يتراجع في 2013، فقد تكون نفس السيناريو الله اعلم. فبرضو هذا التاريخ تحطوه نفس الشيء في بالكم، انه 9 ديسمبر المفروض انه يكون النهاية. فإذا لقينا جنان في نوفمبر، ما تعرف ممكن يصير جنان في نوفمبر يطلع السعر بشكل مجنون الى مستويات احنا يعني ما نتوقعها اوكي، ويبدا الناس تتكلم على مستويات اعلى واعلى واعلى واعلى، ويجي 9 ديسمبر يبدا الدم ويعني تحصل المصيبه اللي زي ما شفناها في 2017. فعموما حاليا احنا المفروض ما نتخوف، لانه نهايه التصحيح ايا كان وريتكم اياها على مستويات الدعوم الاسبوعيه غصب عنها لازم تردها
الموفينج افريج زي ما ردتها الست ساعات. بس انا هذه هي المثال اللي عجبني اليوم، انه الست ساعات ورتك انه كيف حتى لو اخترق بشمعه طويله جدا اوكي للاعلى لازم يرد السعر. وقلبت لك الشهر، قلت لك حتى لو وصل ل 40 38 الف فهو يعني زي ما تقول ايش ستريتشد ذا برايس، ووصل لكل المقاومات فغصب سوري الدعوم، فغصب عنه لازم يرتد الى الاعلى مره ثانيه. فهذه ما هتخوفنا. ويمكن زي ما قلت انه في يوم 15 ان احنا نعمل الشمعه الجميله الهامر هذه، لان اليوم شفتها وهي قاعده تتكون، فقلت هذه جود سيجنال يعني اشاره ممتازه جدا تهيئ لي انه ممكن 20 سبتمبر تبدا الشمعه. طبعا ما هتكون شمعه كبيره يعني او طويله، لانه متوقع انا يعني اذا نزلنا ال 40 ما انا متوقع ان احنا نسكر فوق ال 44 43 الف ماكسيمم عشان الشمعه الشهريه ما تخرب. هذه هي، او انه عاد يطلع بشكل جنوني للخمسينات، فبرضه اذا 2 اكتوبر هذا التصحيح، اذا اتوقع انه يكون تصحيح كبير. طيب هذا بالنسبة لله. الحين خلينا نتكلم معاكم على الفيوتشر برايسنج. الفيوتشر برايسنج كلمنا فيه واشبعناه، يعني هذا ما زلت مصر انه 120 مع نواحي 120 الف وال 180 الف هما الحدين اللي المفروض ان احنا نتكلم فيهم. وانا اعتقادي وصار نقاش كبير اليوم في الجروب انه هل معقول نوصل ل 180 الف، هل معقول نوصل ل 120 الف، ممكن قبل ال 100 يكسروه، ممكن. يا اخي انا ما انا قادر اقتنع انه كل الشراء اللي صار في المناطق هذه اوكي عشان يطلعوا ل 120 الف. يعني اليوم مايكرو استراتيجي اعلنت انها عندها 114 الف حبه بيتكوين الان، عشان يوصل ل 120 الف ويبدا يصرف عليك. هذا في رايي، لا تاخذ برايي اوكي، يمشي على قرارك انت، لكن انا في رايي عشان يصرف عليك 100 هو واحد فند واحد بس يصرف عليك 114 الف حبه بيتكوين اوكي، من 120 الف يبدا يصرف عليك السعر هذا، اراهنك اذا السعر هذا ما نزل حتى لل 20 الف، يعني انت 10000 حبه بيتكوين شوف ايش قاعده تسوي في السعر وتنزله، بس لما يصير فيها دمب وبيع بتنزل بالسعر 20%. فتخيل هو يبغى يصرف 114 الف حبه بيتكوين، يصرفها كم؟ هذا واحد. نقول مايكرو استراتيجي انها قاعده تؤمن بالبيتكوين وتؤمن بحلاوه البيتكوين و في فاندز كثير وويلز اوكي برضو بيؤون عشرات المليارات من الدولارات فيها اوكي، وبيؤون عشرات الالاف من حبات البيتكوين. فالبيتكوين لازم يوصل لمرحله انه لما يبدا يصرف فيه اوكي لازم يبدا ينزل الى مرحله، يعني مرحله ما يكون وصل لسعر دخوله يعني، ولا ايش استفاد هو من كل الهيصه هذه كلها. ثانيا الماركت كاب، لما اجي اشوف انا الماركت كاب حقي اتس 2.2 تريليون او 2.5، يعني حتى هذه كمان من احد النقاشات اللي قلتها اني لا يمكن يكون انتهى البرن، يعني كل الهيصه هذه اللي سووها من السنه من اربع سنوات عشان يطلعوا من 850 بليون لبس 2.5، هذا كل الهيصه، هذا كل التجمع اللي صار اربع خمس سنوات او اربع ثلاث سنوات وطلعوا كل الطلعه هذه بس عشان يوصلوا فقط يعملوا ضعف ونص على الماركت كاب ولا سمثينج لايك ذات اوكي، او ضعفين بس عشان يوصل 2 بوينت. ما كان محتاجه كل الهوجه هذه كلها، يعني ما كان محتاجه القصه هذه كلها عشان يسووا انه بس يوصل الرقم هذا. فلا انا اعتقد انه ماركت كاب لسه قدامه اتليست لازم نوصل لمرحله ال 8.5 لا 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 لا, لا 10 تريليون دولار. هذا رايي، لا تاخذ فيه ولا تسمع له لانه بان من تحليلاتي انه بخطئ كثير من المرات، ولكن انا مصر على الراي هذا انه لا يمكن يتوقف البيتكوين عند 120 الف. الان البيتكوين إذا ما توقف عند 120 ألف معناها إنه التارجت اللي بعده على طول 180 ألف، لكن في تارجت ثاني موجود وبيتكلموا عنه السوق وهو طالع على الشارت، مو إنه هذا 288 290 ألف طالع هنا على الشارت، وهذه قمة القناة اللي موجودة حاليا. في تفسير آخر فني أيضا إنه البيتكوين ماشي في قناة صاعدة تقريبا، أو زي ما قلنا بيكون ويدج، بس ويدج يعني يكاد يرى بالعين المجردة أوكي، وممكن يوصل لنهاية في تاريخ معين في الفيوتشر يعني أوكي، ولكن ماشي على القناة هذه وبيحترم القناة هذه أوكي، يعني يخلص هنا يرجع يلمسها ويرجع يعملها تيست وبعدين يطلع يختبر القمة مرة ثانية. قمته هنا لو تكلمنا على تقريبا هنا في ديسمبر زي ما أنا متوقع 6-9 ديسمبر أنه يكون تقريبا 290-288 ألف دولار المفروض يوصل. فالقمة موجودة، وأنا
عندي برضو إحساس دفين نوعا ما إنه ممكن نوصل للقمة. كيف تقول لي ما أدري إيش، هل ممكن يطلعوها في، ما أدري، I have no idea، بس لا يمكن يكون أقل من 180 ألف. هذا رأيي، لكن لا تأخذ فيه. ممكن تاخذ على 80,000 تبيع، على 100,000 تبيع، انت حر، لانه في ناس يقول لك ممكن نوصل الى قبل ال 100,000 ويروح يسكر، لانه الناس كلها قاعده تتكلم على 100,000. الله اعلم. اوكي، خذ انت يعني رايك الخاص فيك، وانت سوي اللي تبغاه، لكن انا ما زلت مصر انه لا يمكن نوقف عند 120,000. 120,000 it makes no sense، وهم حيخسروا معانا، يعني مو بس احنا، بالعكس احنا يمكن ما نخسر، هم اللي راح يخسروا. السبب انت سهل جدا تصفي كمياتك. ايش كم عندك؟ واحدة بيتكوين، اثنين بيتكوين، ثلاثة بيتكوين، اوكي، تبيعها in one minute. هو عشان يبيع 100,000 حبة بيتكوين، ولا ذاك يبيع له 50,000 حبة بيتكوين، 30,000 حبة بيتكوين، هو راح يوصل للعشرين، هو راح يوصل بسعره، هو راح يوصل نفسه للسعر هذا. يعني حيكون جنون نوعا ما، واعتقد السعر ما راح يمديه انه يصرف. حتى عشان كذا بديت انه مؤمن انه ممكن حتى يعلى 280,000، وليس لانه السعر هذا الفير فاليو. القناه موجوده بتثبت لي انه عندك مساحه وعندك روم انك تروح. الشيء الثاني الفني اللي انا مستغرب، طيب اذا احنا ما لمسنا القمه في هذه الدوره، فلنفترض معناها ايش؟ حنوقف هنا عند ال 120,000، فلنفترض زي ال 120,000، يعني حتى لو جينا حسبناها هذيك المره، حسبناها بإليت ويف 1 2 3 وهذه 4 وهذه 5، وقفت 20,000، هتسوي A B C. طب هي لسه ما لمست القمه، هذه لازم تتستد، تو بي تيستد، ما في شيء اسمه كانت تيستد. فايش حيصير معناها؟ معلش، ان شاء الله 1 2 3 4، وهذه الخامسه مثلا. احنا هذيك المره تناقشنا في الجروب انه كود بي، وحقين التحليل الموجي هم ممكن يفسروا، اوكي، ووصلنا لهنا. طب ايش حيصير؟ طب هذه القناة ما لمست، إذا معناها أنه فعلا ممكن تكون القضية أن البران ما ينتهي، فيسوي A B C، وطبعا لازم ما يكسر، أوكي، فحتكون مثلا وصل لمراحل الخمسينات، ويفضل يكمل لحد ما يروح يسوي مرة ثانية 1 2 3 إلى أن يصل إلى المستوى الثاني. بس شوف المستوى الثاني اللي بعده كم. المستوى اللي بعده لو تخيلنا أنه 2022 وكمل، أوكي، المستوى اللي بعده راح يكون عند 400,000 دولار. This is not doesn't make sense. Yes, could be 400-500 في الدورة الجاية، لكن مو انها ممكن تكون على هذا. يعني حتى في ناس تكلمت انه في 2025 نحن ممكن نوصل للمليون دولار. Yes, it makes sense. هذه 600,000 دولار تقريبا في 23، لو نبغى نطلع امشي على القمة حقتها، يعني لو في 23 الى مليون دولار تقريبا في 2023، اوكي، ف سوري، يعني 2024، اوكي، تقريبا. فانت بالنسبة لك سو، يعني اعتقد صدق اللي تبغى تصدق ولا تصدقني او لا تمشي ورا كلامي، لكن انا بقول لك وجهة نظري انا، انه لا اعتقد انه يقدروا يصرفوا في المراحل هذه. وبعدين حيبان من جنون العملات ايش راح يصير في هذه الدورة، يعني هذا رأيي. الشيء الاخير، يعني هذا بالنسبة للاهداف. طبعا انا مو بقول لك كذا عشان اعطيك الاوهام وانك انت الاهداف، اللي انا ابغى افهمك شيء واحد بس، انه كل الدورات الجاية، سوري، التصحيحات الجاية اللي موجودة سواء في اكتوبر او نوفمبر، المفروض انها تصحيحات لا تعنيك، يعني لانه اصلا الحين حتى اللي معانا في الجروب انه البيع صار متاخر، حتى حطينا في الجروب احنا العملات، معظم العملات تقريبا، وتكلمنا عن عملات كثيره، يمكن لو تدخل على جروبي حتلقى في عملات كثير حطينا فين مستويات الشراء لو حصل التصحيح في 15 سبتمبر، ونزلنا الى مستويات اسعار اقل من الموجوده. عملات كثيره يعني، منها اكس في جي، منها في ار اي، منها يونيفاي، لينك، يونيسواب، انا سوري، فعملات كثيره يعني ما راح اتكلم. تقدر في الجروب تدخل على القناه العامه وراح تشوفها، اوكي. فليش حطيناها؟ انه اللي معاه كاش يتمركز، اللي ما معاه كاش، اوكي، ما له غير الصبر، لانه في فرق شاسع بين الفتره اللي راحت هذيك والفتره هذه. الفتره هذه انا وريتكم على النجمه، مو انا قاعد بضرب هذا، اللي اتفقت معنا نهايه الدوره الهابطه هذه المفروض انه 21 سبتمبر هنا. خلاص، يعني 21 سبتمبر المفروض يكون change of trend and بدايه الصعود، خلاص انتهاء القصه هذه كلها. وهنا نفس الشيء بينت لنا ان احنا طالعين هذه الدوره، وبناء على التواريخ والفيديو السابق قلت لكم انه 20 سبتمبر لازم يكون نهايه التصحيح وبدايه انعكاس للترند. ما ادري في اكتوبر ايش راح يصير بالضبط، بس حتى لو قفلنا، خلينا نفترض انه قفلنا عند مراحل ال 44 هنا في المنطقه هذه، يعني بعد ما صححنا، فلنفترض السيناريو هذا انه هنا وبعدين رحنا صححنا الى ال 44، يرجع يختبر، واذا يعني في راسهم شيء ما راح يقدروا يكسروا الترند الصاعد هذا
اوكي، اللي حيكون تقريبا اذا قلنا في 2 اكتوبر. خلينا نمشيها بالضبط عشان بس نمثلها. اوكي، فلو اعتقدنا انه هنا حيكون في 20 سبتمبر، نزلنا هذا النو الى مستويات اقل. اوكي، وبدينا نطلع لاكتوبر وقفلنا عند 44، المفروض انه ما ينزل عن مستويات نفس الشيء اللي هي 40,000. وهذا طبعا الحالة هذه ملل، وانا فاهم الناس ايش حاسه، لكن ان شاء الله من 13 اكتوبر التاريخ هذا اللي مبين هنا انه المفروض نعكس خلاص ونطلع، لانه ما عندهم وقت نهائيا ولازم يطلعوا بوم 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 الى مستويات ثانية. ما طلعنا في اكتوبر هنا خلاص في something wrong and انا اي داوت لحد الان. I don't wanna believe in that، لان انا نفسي حكون اكلت هوا معاكم، يعني كل استثماراتنا على الفاضي وقعدنا استنينا على الفاضي. alright، الى الان بين البيتكوين حاليا انه بيرش. اوكي، الشغله الوحيده اللي دعمتها انه في دعوم على المستوى الاسبوعي الى مستويات زي ما قلنا ال 40,000 او ال 41,000. اوكي، هي اللي ممكن ترد السعر، فما نبغى نضطر ولا نبغى نطلع قبل التاريخ هذا. ايش اللي تسويه؟ زي ما قلت، لو عندك كاش ونزلنا، اذا نزلنا، يعني انا عندي كاش حاليا ومحتفظ فيه وما ما ما هنغر باي اسعار تطلع، لاني عندي استراتيجيه لحد ما توصل السعر قبل يوم 19 سبتمبر. اذا كنا احنا في المراحل هذه خلاص راح ابتدي اعزز من هنا، لانه خلاص وصلنا. ايش راح يوصل في اكتوبر؟ ما راح يوصل اقل من كذا، فخلاص راح يوصل للاسعار اللي انا ابغاها. حاشتري في العملات اللي انا مقترحها وانا اللي حطيت عليها الاسعار موجوده، كل واحد حر يعني على حسب العملات اللي يبغاها. اذا ما وصلنا وطلعنا خلينا نقول صححنا الى الخمسينات، زي ما في ناس يقول لك ان احنا ممكن نسكر فوق الخمسينات او ممكن نرتد، ما كل شيء جايز. اوكي، فانا حستنى 2 اكتوبر، لانه 2 اكتوبر حيجيب لي نفس المستوى، حيجيب لي التصحيح القوي اللي احنا متوقعينه. في تصحيح في 2 اكتوبر وما راح انكره، والله اعلم ايش اللي راح يصير، لكن بناء على التواريخ السابقه موجوده. فاذا يا ممكن تشتري في اكتوبر، او اذا نزلنا في سبتمبر خلاص خلص نفسك. وهذا بعد ما تشتري في سبتمبر المفروض تسوي شيء واحد، تروح على شغله هنا فيها ستارت بوينت. اوكي، تسوي شت داون وتقفل جميع محافظك وتقفل الشارت، وصدقني لا تراقبه، لانه في لعبه حيتان لا انا ولا انت نقدر عليها. لحد يوم تقريبا بعد التاريخ اللي هو هذا اهم شيء، اللي هو التاريخ 5 نوفمبر، بعد 5 بعد الاسبوع، لانه هو اسبوع. انا تواريخ هنا اقول لك اليوم، ولكن حيبدا هذا شمعة الاسبوع، وشرحته قبل كذا، ممكن ترجع للفيديو هذا. اوكي، الشمعات الاسبوعية بعد 5 نوفمبر اللي هو حيكون تقريبا والله اعلم. اوكي، اللي هو اول اسبوع من نوفمبر. اوكي، او ممكن اول اثنين، يعني ممكن 8 نوفمبر يحصل انعكاس شمعة الاسبوع هذا. فبعد هذا اليوم هذا بعد نوفمبر 15 نوفمبر، اوكي، ابدأ اتفرج على عملاتك. حتى شوف هذا المبانين هنا مع التقاطعات، لو نبغى نشوف التقاطع هنا 11 نوفمبر، 11 نوفمبر ابدأ شوف محفظتك، حتشوف موضوع ثاني مختلف تماما. وانتبه من تاريخ 9 ديسمبر، لانك ممكن توصل الى 9 ديسمبر وتعتقد ان البر لسه مستمر، في ناس بتتكلم انه ممكن يستمر، انا ما هقتنع، هي هذه قناعتي. الحين فين السعر هيقفل؟ في نوفمبر، في ديسمبر يبدأ، هذا اللي حنشوفه. لو كنا عند 120,000 اذا صدق القول انه فعلا ما راح نقدر نتعدى 120,000، ولو اني اي داوتد 100%. اذا عند 180,000 وكنا خلاص اوائل ديسمبر، اذا معناها انا هنا ابتدي اشك ان احنا راح نطلع. اذا كنا اعلى من 180,000 اكيد 100% ان خلاص لازم تعرف انك انت يعني ذس نهايه القصه كلها. لكن زي ما قلت لك على التاريخ، على الشارت اللوغاريتمي، وهذا كثير بيعتمدوه، يعني ما هو شيء تقدر تنكره. اوكي، احنا ظاهر لنا فعلا الهدف الى يقدر يسمح له، الى وحتى كمضاعفات وكنسب متوافق مع السنوات السابقه. اوكي، في فيبوناتشي انا بتكلم. اذا مشينا هنا لغايه 6 سبتمبر زي ما قلت لك تقريبا 200، احنا حسبناها قبل كذا 288 ل 290,000، يعني مقبول الرقم هذا فنيا، مقبول. ما هو شيء الحين مضاعفات، انت تقدر تصدق وما تصدقه، ضخامه الاموال، ضخامه الماركت كاب، ممكن ساعتها الماركت كاب يوصل الى 16 تريليون. بس اذكركم بشيء واحد، انه يعني لسه اليوم حتى شفت واحد اسمه بلان بي اللي بيتابعه حاطط تويتر جميله جدا على موضوع انه الريل استيت از 100 تريليون دولارز، الجولد از اي ثينك اتس اباوت ليت مي سي
يس اتس اباوت 10 تريليون دولار. اوكي، فيعني ايش البيتكوين انه يكون 1 تريليون دولار وانه يكون تقريبا سوري او مشابه، وخاصه انه هم بيعتبروه ذا نيو اي جولد او الالكترونيك جولد. فبالنسبه له هو مو شايف انه رقم صعب جدا انه ممكن نوصل ل 12 and 16 تريليون دولار. وباي ذا واي انا اصلا كنت سامع انه المفروض الماركت، يعني شفت كثير مقالات لا اذكرها حاليا، انه ممكن نوصل الى هذه المراحل. الشيء الثاني هو المهم انه النت اكسشينج لحد الان يعني شفتها رجعت اراجع عليها، رغم انه العجز الفتره اللي راحت في المنصات كان بدا يقل يقل يقل، وبدا شوف يطلع اخضر بدا يرجع يكبر العجز هذا، فبيدلك على انه في البيتكوين قاعد بيظهر بيطلع برا المنصات، فمعناها انه في امل انه يصعد البيتكوين. نفس الشيء الان يو بي ال، المؤشر هذا اللي مبين لك ان احنا لسه ما وصلنا حتى الى تقريبا الان احنا عند نسبه 0.53. الجريد وصل لما حصل الانهيار وصل تقريبا الى 0.80 ولا 0.79، هنا وصل الى 0.82، هنا وصل الى تقريبا 0.82، so we're still far away from that. يعني حتى لما جينا هبطنا هنا كنا عند 0.73 لما وصلنا لل 60,000، الى الان ما وصلنا حتى المراحل ال 70 او 75، النسبه اللي تبين انه خلاص راح يبدا الايفوريا هذه او الجريد يدخل في الموضوع التريدنج هذا والتداول، وانه يبدا الهبوط هذا. يعني الى الان ماشي ال ان يو بي ال زي ما بيقول الكتاب، يعني حتى هنا قبل ما يظهر الأزرق أوكي كانت النسبة تقريبا 72 تقريبا. فإلى أن نصل نبدأ نشك فين هذا، هذا لازم نراقبه يوميا، وحتى لو أنا نسيت ذكروني يعني بالكومنتس إنه نرجع مرة ثانية إن إحنا نراقب المؤشرات هذه. الشيء اللي أنا بقوله إنه إحنا بولش، وي شود بي بولش، أو إن إحنا المفروض المفترض إن إحنا بولش. وما اعتقد الويلز كل اللي بيشتروه هذا كله عشان ينزلوا بالسعر ويهبدوه ويروحوا فيه، واذا احنا متوقعين ان احنا راح ننتهي في 9 ديسمبر ما عندهم وقت، they don't have the enough time عشان يقعدوا يسووا بيرج زي اللي حصل هنا التصحيح. اللي حصل بس مجرد كوركشن لاعاده حسابات لاعاده تمركز بالنسبه لهم، وشفنا مايكرو استراتيجي قالت انا اشتريت على افريج 48,000 اوكي، والافريج صار حقه حوالي 27,000 دولار، يعني معناها اقنعني انه ينزل عن ال 28 ينزل ال 28,000 مره ثانيه. هو خسران مو احنا الخسرانين، يعني هو اللي حيكون خسران. وبعدين هذا صندوق استثماري في وراه مساهمين، في ناس مستثمرين عنده راح يحاسبوه، فذي كانت افورد تو دو ذات. فانا رايي انه احنا خلاص اقترب موعد الصعود، لذلك اي تصحيح المفروض انك ما تخاف، صح حتشوف محفظتك بتنزل، لذلك المفروض ما تشوف الرقم في محفظتك ولا تطالع الارقام. عندك كاش استنى السوق، ادخل على الجروب حقنا حتشوف فيه عملات كثيره حطينا الاسعار لو نزلنا ال40، لان اتوقع انها تكون بذيل طويل فممكن تجيب الاسعار، فلازم تكون اوردراتك جاهزه عشان تلقط اذا تبغى تسوي زي الحيتان. اوكي، ما عندك كاش اذا ما في داعي انك تتفرج على السوق، انت قاعد تضيع وقتك وترفع ضغطك، بس ما انت قاعد تسوي شيء زياده، يعني لا انت قاعد لا حتبيع اكيد، لانه حرام تبيع وانت عارف انه خلاص يعني الفارق بيننا وبين الصعود اقل من شهر، لما نتكلم احنا نتوقع في اكتوبر ان احنا يبدا الصعود ونكسر القمه من جديد، فاي كسر للقمه اوكي فالعملات حتتفجر يعني ساعتها. وانت شفت العملات في الشهر هذا اوغست، رغم انه البيتكوين كان بي ستراجلينج ومع ذلك العملات بدات تتحرر منه وتطلع من الموضوع هذا. الشيء الثاني الدومينوس حاليا يعني 41، ما يعني في المشكلة هنا سبورت قوي، في 2 سبورت حاليا سبورت، يعني انا معلش بجيب لك كل الافكار بس عشان اهدي، في 2 سبورت موجودين حاليا اوكي، هذا والسبورت الثاني اللي هو عند مستوى ال 35. الحين لو كسرنا هنا اوكي، طبعا لازم نتوقع انه مجرد ما البيتكوين يبدا عشان يرتفع الدومينس هذه لازم ترتد، فهو ممكن الارتداد يكون من النواحي هذه تقريبا من نواحي الأربعين، أو ممكن يكون من نواحي الخمسة وثلاثين، كلا الحالتين أوكي أكيد راح يكون البيتكوين الدومينانس هو اللي هيبدأ التركيز عليه، فلذلك ممكن ما تلقى تفاعل مرة مع العملات، لكن هيجي لحظة ويتحرر منها، لأن على المستوى اللونج تيرم لو جينا تكلمنا كمتوسطات وعلى الويكلي
أمامه مقاومات كثيرة جدا. يعني ارتفاع الدومينوس بس لمجرد بس عشان يكون الاستحواذ عشان يرفع البيتكوين، لكن هيصطدم بجميع المقاومات وهيرجع يرتد. مجرد ما يرتفع هنا ويبدأ البيتكوين يرتفع في السعر عشان يخرج من مناطق المستنقع اللي هو فيه، الملعونة هذه أو الكيرس، أوكي، هتصطدم فيها ويبدأ يرجع يتراجع الدومينوس. هنا ساعتها تتوقع العملات تتحرك. هذه لازم نراقبها عاد يعني الويكلي بيسز عشان نشوف الوضع كيف مع الدومينوس. فكل المؤشرات تعطيك ان احنا طالعين، حتى الماركت كاب والتوتال ماركت كاب لو نيجي نتكلم، اوكي، نفس الشيء بتعطيني مؤشرات ان احنا صاعدين. مينيمم مينيمم ات ليست وي هاف تو سي ذا 7 تريليون. يعني لو نبغى نتكلم بس يعني على الفيبوناتشي وي هاف تو سي ذا 7 تريليون. سو يو كانت تيل مي انه 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 في شيء مخيف حاليا. يعني اوكي المخيف اللي قاعد يتفرج اللحظه بلحظتها، لكن انا بالنسبه لي ما اقول لك احنا من الاخطاء اللي انا اخطاتها مثلا ان انا جيت يوم 29 ويوم 1 و2 سبتمبر بدينا نشتري شويه اشياء توقعنا ان احنا نسينا 6 سبتمبر كان ممكن اشتري بارخص. خلاص هذه الله يعني هذه الله وهذه حكمته وهذا قدري، لكن ما راح ابيعها لانه 100% اي شيء نزول حاليا صار في الفتره هذه الصغيره ما في، هي بس مجرد اسبوعين ثلاثه تفرق، يعني يفرق معايا وراح ترجع مره ثانيه على الاقل للاسعار اللي دخلت فيها او اعلى من قمتها. بالعكس يمكن الكاش اللي وفرته حاليا اوكي انه ممكن يساعدني ان انا اتمركز في عملات ثانيه كنت ناوي او اعزز بعض العملات اللي موجوده عندي. يعني انا حتى كل اللي قاعد افكر فيه ان انا يعني شفت جميع العملات اللي موجوده، ترى مريت عليهم كلهم على اساس ان انا اتفرج بالشكل على الشارت اللوغاريتمي واتفرج على الشارت الشهري حقها والشارت الاسبوعي، ابغى اشوف فين النيجاتيفيتي اللي موجوده. فحتى سول اللي هي حتى تراجع مثلا، لو تراجعت ورجعت لل 130 لو حصل التصحيح مثلا عندها صعود. سول اللي ما اكتفت بالتصحيح، اشوف كافا نفس الشيء عندها صعود. حتى ريف، يعني انا ريف تشائمت يعني جتني فتره زهقت منها ولكن شفتها لقيت ان عندها صعود. ما في عملة ما حتصعد اذا تمركز في اي عملة. عاد نصيبك اخر السنة، هذه سوت 3x، هذه سوت 5x، هذه سوت 10x، هذه سوت 40x، عاد انت وحظك. لكن ما في عملة ما حتكسر قمتها السابقة، فانت ما زلت كأنك قاعد تشتري في القاع. يعني انت متخيل يعني زي اللي كانوا بدأوا السنة، لو جينا مثلا اخذنا اي عملة، مين من العملات اللي انتشرت او زي ماتك مثلا، اوكي، اللي اشترى في بداية السنة، اوكي، مجرد ما كسرت القمة هذه بدأت تعمل قمم جديدة. فنفس الشيء لو تروح معظم العملات، يعني حتى سترايكس اللي احنا فيه، اوكي، كلها راح تكسر على الاقل القمة السابقة اللي جابتها في ماي في 4.5، وممكن تتحرر وذا سكايز ذا ليميت، لانه شوف الترند الهابط حقها مجرد ما تخرج منه، اوكي، ممكن تطلع تكمل صعود. انا ما اتكلم على سترايكس، انا قاعد اتكلم على اي عملة، يعني حتى ريف مثلا، اوكي، قاعد اتكلم عليها انه راح تكسر قمتها السابقة اللي عند 5 6 سنت. هذه كلها معطيتني إشارات صعود، ما في عملة ما هي معطيتها. على فكرة هذه شمعات شهرية، يعني هذه اللي انت شايفها شمعة همر وبعدها شمعة صاعدة، هذه بس مطب صغير زي ما حيصير مطب في أكتوبر زي ما في مطب في نوفمبر، أوكي، ولكن كلها شمعات صاعدة كلها راح تكسر. هذه كلها نماذج معطيتني نماذج صعود. فإيش تختار؟ AGLD ما شاء الله يعني مبدعة، لا شوف كلها نماذج كده كلها بالطريقة هذه، ما في ولا شارت. فعشان كذا بقول لك لا تقعد تسألني ايش العملة اللي ادخل فيها وما ادخل فيها. معظم طبعا معظم العملات المحترمة انا قاعد اتكلم، مو قاعد اتكلم على عملات ما ادري شيبة وما شيبة، وحتى شيبة معطية صعود. يعني ايش تبغى اكثر من كذا؟ شيبة لو جيت بصيت لها على 3 شهور مثلا، الشمعة وين؟ لا بصيت لها على وين؟ على الويكلي اعتقد، يس على الويكلي. شيبة مجرد ما تكسر بس القمة هذه، اوكي، لو حصل صعود في السوق مجرد ما تكسر القمة the sky is the limit. كلها عندها قمم لهذه، يعني بس تكسر القمة هذه بس هي قاعدة تمشي في الشانل هذه موجودة، أوكي، مجرد ما البيتكوين يتحرر وتطلع وهذه the sky is the limit، اقعد اطلع فيها. فيعني حتى شيبة العفنة هذه، أوكي، اللي هي عملة أنا ما أدري إيش هي أصلا رغم أني شريت فيها مع الهوجة، فأنا بقول لك يا أنا راح تطلع. فما في عملة ما هتطلع، فاختار أنت عملاتك براحتك، يعني it's a shopping season الآن. ف الفرق الوحيد اللي هنيجي اخر السنه انت سويت كم اكس وانا سويت كم اكس، وهذه سويت لك كم ضعف، هذه سويت لك 50% 20% 30%، فكأنك مشتري في القاع وكأنك تبت الريست اللي موجود للصعود الاخر. لانه انا في رايي ان البيتكوين لا يمكن يتوقف عند 120000، 180 هو الحد الادنى بالنسبه لي، واعتقد ما زال عندي ايمان انه ممكن حتى يتعدى لو يبغوا يصرفوا ويجننوا الناس ويخليهم. لانه اذا كلنا
متوقعين ان احنا راح نوقف ونبيع ال 120 الف، يعني مين راح يشتري اذا احنا والويلز كلنا متوقعين كذا؟ فراح يخلقوا اخبار ايجابيه، راح يخلقوا جو انفايرمنت حوالين الموضوع انه على الاقل يرفعوا الاسعار ويخلوا في ناس تدخل في الاوقات هذه، وبالعكس في ناس ممكن تؤمن بال 300 الف، لان 300 الف رقم مطروح. فانا بقول لكم هو لا تقلقوا، اهم شيء لا تراقب المحفظه، لانه خاصه الرقم محفظتك عندك، يعني ما ادري اكس ماني شايفها صارت ماينس اليوم، ماينس هترتبك وممكن تغلط غلطة عمرك. السبب الأخير بقول لك إياه، هذه آخر فرصة لك، يعني ما تيجي الحين أبيع هذه واشتري هذه وأبيع هذه. أنا حتى قعدت أفكر كثير أبيع هذه ولا أبيع هذه أو أخفف، قلت لا أخفف ولا راح أبيع، هذا أنا يعني، لأنه تأخرنا، يعني كان المفروض نبيع في 6 سبتمبر 7 سبتمبر زي ما قلنا في الفيديو، وتجاهلنا، لعله خير، لعله خير. فالمفروض انك لا تبيع ولا تشتري، لانه خلاص هي عندك الشهرين الثلاثه الجايين، اذا ما كونت فيه فلوس لا تتوقع تكون فلوس، لان قالت تجيني اسئله ابغى اشتري عمله استثمر فيها لمده سنه، ما في شيء اسمه سنه. سنه يعني اللي حتشتريه دحين حتلاقيه اقل بكثير، هي حطها في بالك يعني 100%. فما في شيء اسمه سنه. في ابغى استثمر لمده شهرين، ايوه هذا موضوع ثاني، فاي شيء تشتريه الحين هو ممكن في مده شهرين هذه يجيب لك، عاد انت وحظك. جبت 50%، 100%، 200%، 1000%، 30 ضعف، 40 ضعف، كل واحد ورزقه حيصير في الموضوع هذا. لكن اللي أكد لك هو أنه ما في عملة من العملات القوية المحترمة زي أفاكس، زي إي جي إل دي، زي حتى ريف تعتبر عملة محترمة ومشروع قوي جدا، وإكس في جي، ديجو، كل العملات اللي إحنا داخلين فيها أو غير اللي داخلين، دوت، لينك، I don't know whatever يوني سواب سوشي، كله راح يكسر القمم حقت ماي. cannot be، لا يمكن البيتكوين يكسر يوصل 68 و70 و80 ألف وأنت بتوقع عملاتك قاعدة في نفس القاع. it makes no sense. حتى لو تقول لي سوت 20-30 دبل، سولانا أثبتت الكلام هذا إنه كله كلام فاضي. يعني إحنا توقعنا إن سولانا لا يمكن، هي كم أوريدي مسوية ما أدري 50 ضعف، معقولة راح طلعت وسوت ويمكن توصل ل500 دولار سولانا كمان. يعني على الشارت فنيا انا حتى زمان كنت اقول لكم يمكن من الاشياء بتعلم انه الماركت كاب ولازم نهتم، ولا طلع ليها دخل ماركت كاب ولا شيء. اذا احنا اصلا متوقعين انه البيتكوين يوصل للمراحل هذه وتوصل الى 8 9 تريليون دولار، اذا ليش الماركت كاب لما تكون واحده عمله صارت 30 مليار وواحده 50 مليار؟ فا اونستلي اذا ما عندك فلوس تشتري وما عندك اي كاش وول ان، انسى واترك الشارت وقفل الشاشات، وهذا اللي انا اسويه. انا بس مستني لحظه التصحيح، وانا اوعدكم يعني انا راح اشتري كل اللي باقي اول ان، راح اقفل الشاشات واقفل المحفظه وما راح افتحها غير في نوفمبر. بس يمكن ابديت عشان بس المتابعين او عشان الناس اللي معايا في الجروب، لا اكثر ولا اقل، لكن اشوف محفظتي كم تسوى واليوم ماينس كم وبكره بلس كم، وهذا الموضوع هذا ممكن يخليك حتى تاخذ قرار غلط. تبيع ابدر، يعني ممكن تشوف عملتك سوت 50% 60% من خوفك، اوه خليني ابيع، وتلقى فجأة هي في اخر شهر في الجنان اللي حيصير في البرن جابت لك الاضعاف اللي انت مستنيها وبعت اكثر. فالافضل انك انت لا تراقب محفظتك نهائيا. اذا انت مضارب الله يعينك، انا ما ادري كيف حتضارب في السوق مره شورت ومره، وشفت انت بنفسك اليوم انه يعني اليوم على مستوى الست ساعات اكلوا هوا للشورت واللونج، يعني مو بس الشورت، يعني حقين الشورت اكلوا هوا في انه كل الستوب لوس، يعني شوف حتى طلعوا فوق المقاومه اللي موجوده مثلا لو كانوا حقين الشورت كلهم اكلوا هوا. ونفس الشيء اللي نزلوا شورت هنا تلاقيهم الان مثلا حطوا ستوب لوس هنا على الـ اول ما يكسر المقاومه في بعضهم، ونفس الشيء اكلوهم هوا. فهذا حيفضل التذبذب، يعني الله يعينك في المضاربات هذه، ما ادري كيف، خاصه حقين الفيوتشر يعني ذي جانا بي ليكويديت ايميديتلي، فالله يعينك. انا يعني فتحت مضاربات شويه، فتحنا الجروب واكتشفت انها خطأ بصراحة، لانه يعني سوينا، ما حنقول ان احنا سوينا فلوس وما استفدنا منها، بس يعني يبغالك تكون مرة اكل وجنب الهدف انك تعمل فلوس كويسة، تعمل مضاعفات كويسة وتنتظر الانعكاس، لان الانعكاس ممكن يصير في اي لحظة. زي ما قلت ممكن ما يكسر نهائيا ويكتفي بال 44000، وال 44000 هذا داع سوري ال 42000 اللي جابها يكتفي فيها وما يروح يجيب ال 40000، ونلاقي فجأة بين يوم وليلة عكس. يعني حتى اليوم حطينا على الجروب سلوك تقريبا كان موجود نفس الشيء، اوكي يعني هنا كان تحت ال، لو تلاحظ في يناير اعتقد هذه نب ذس وان،
اه هذا سوري، هذا عاد التالي يعني نفس الشيء هنا. يعني كان السلوك انه فضل تحت الموفينج افريج لفترة معينة، اوكي، وفجأة عكس، اوكي، وبدأ يتحرك الى الاعلى. نفس الشيء لو تلقى فيه سيميلاريتي تقريبا نوعا ما بين جانوري وهنا، حطيناها حتى اليوم نفس الشيء. هو تحت، وترى هذه كلها لسه مناطق دعوم على المستوى الديلي، ترى مناطق دعوم في اي لحظه. يعني شوفوا، هو بيحاول بس يقرب، هذه اللي بقول لكم اياها، يقرب الموفينج افريج، ممكن يجيب بس بذيل كذا ال 40,000، ما تلحق وتلقاه بدا يعكس اذا كانت الموفينج افريج جاهزه للانعكاس. هي اهم شيء تكون جاهزه للانعكاس، ما تكون انها ممكن ترد على الفواصل الزمنيه الصغيره بس وينطلق. فالمضاربات هذه الله يعينك فيها، سواء كنت بتسوي شورت او بتسوي لونج. هذا تقريبا معظم اللي انا بتكلم فيه، وتكلمت على اللونج رن، وحاولت اشرح ايش السبب اللي صار اليوم من الـ6 ساعات. زي ما قلت، انا ما اتوقع حاجه من الثنتين عنده اختيارين، يا يكون متذبذب في الفتره هذه الى يوم 20، او انه يوم 15 يبدا ينزل ويوم 20 هو يبدا الانعكاس. اوكي، شفنا النجمتين، والنجمه ما بتكذبش زي ما يقولوا. فانا في رايي انه خلينا ملتزمين ونهدى، لا تشتري الان ولا تبيع. طب كيف ما اشتري لو عكس وطلع؟ زي ما قلنا، لو عكس عندك فرصة 2 اكتوبر، معناها اي ان شاء الله شفته راح ل 53,000. اوكي، 2 اكتوبر خلاص يكون اخر مجال ليك تشتري. اي هذا تحط، اعرف انه راح يعكس ويهبط. اي صعود غير مبرر، اوكي، لازم يعقب تصحيح، خاصة ان احنا التاريخ موجود عندنا. وانا بقول لك اياها يعني رهان، يعني انه يوصل للخمسينات في سبتمبر makes no sense to me. ما هي مقنعة بالنسبة لي. يعني ممكن عند 43,000، ممكن عند 48,000، ويبدأ يصحح في أكتوبر شوية، هناك اشتري وخلاص تكون آخر فرصة للشراء. وهذه أصلا آخر فرصة لك إنك تشتري، وهم آخر فرصة لهم إنهم يصفوا ركاب ويطلعوا بالصعود هذا. الشيء الأخير، صح، لا أبغى أذكره أكثر شيء، إنه أنا في رأيي حركة زي كذا، الناس هذه مو ناوية تطلع بالبيتكوين. كل اللي صار هذا كله، ما هي ناس يعني، والتعب وعدم الصعود هذه ما هي ناس ناوية تنهي على ليفلات قليلة. لا، هذول قاعدين بيجمعوا accumulation 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 بشكل غير طبيعي لصعود ضخم جدا. I'm gonna say إنه it's gonna be even يعني a big surprise لينا جميعا. يعني هذا أنا رأيي. يعني حتى زي ما بقول لكم، أنا بؤمن انه الارقام اللي موجوده، ال 225 الف الى ال 288 الف still on the table and it could happen. هتقول لي كيف وجنون ما ادري ايش، اقول لك لا تاخذ فيه، بس حطه كرقم موجود up there. اوكي، متى، كيف، ليش، I have no idea، بس على الاقل 180 الف هذا اقل رقم. طبعا 120 هذا اقل رقم احنا تكلمنا فيه الرينج، بس انا قلت لكم وجهة نظري على ال 120. قد اكون مخطئ، قد اكون مصيب، الله اعلم. لما نوصل الى نهاية نوفمبر نشوف احنا فين بالضبط وايش الليفل اللي احنا موجودين فيه. وبس هذا هو كان المحتوى حق اليوم، واتمنى انه يكون الفيديو فاتكم. انا عارف اني طولت شوية معاكم ساعة، لكن اتمنى ان انا حاولت اغطي كل شيء وفسرت اللي حصل اليوم. وإن شاء الله ننهي سبتمبر هذا على خير. وعموما، إذا عجبك المحتوى يا ريت تسوي لايك وتسوي شير عشان غيرك يستفيد. إذا شفت إنه لا، في أشياء كثيرة مغالطة أو تختلف معايا، يا ريت تحط الكومنت، خلينا نرد على بعض، ولكن بتعليقات يعني بولايت نوعا ما. في بعض الناس تحط تعليقات سخيفة ما لها أي لازمة، فبيضطروني أرد بشكل ما هو لائق يعني. أوكي، فبس، ويعطيكم العافية، وشكرا لكم جميعا على المتابعة. ونراكم إن شاء الله على خير في فيديو قادم بإذن الله.